كابتن اسامه، كنا قبل الماتش بنتكلم وكنا متخوفين بعض الشيء من المباريات اللي بتيجي بعد البطولات الكبرى او بعد المباريات الكبرى، وبرغم التفوق الواضح للنادي الاهلي النهارده الا ان النتيجه كانت عكس سير المباراه. طبيعي، يعني اي حد بيتابع الماتش شايف كده. الماتش كان سهل جدا جدا للنادي الاهلي، رغم احنا قلنا انه في غيابات هتبقى مؤثره حتى لو مش كاساسيين كبدلاء، لان احنا قلنا من قبل المباراه انه الراجل مثلا بيلعب اجاييه وكهربا كجناحين وما عندوش اجنحه تاني قاعده، هو قاعد بس بواليا ومروان، وبقيت كل الفرقه قلب دفاع ووسط مدافع، يعني في اربعه او خمسه خمسة يعني ياسر ورامي وديانج ومحمود وحيد ومحمود متولي كلهم مدافعين، وفي الجزء الأمامي في بواليا ومروان بس، وبيلعبوا راس حربة صريح اللي هو في العمق. أيوه. فقلنا أنه ممكن ما يقدرش أجاي وكهربا يكملوا المباراة، وده اللي حصل فعلا، ان هم امكانياتهم البدنية مش هتسعفهم ان هم يكملوا 90 دقيقة، وده حصل. لكن مع كل ده انت بسهولة ضيعت اهداف سهلة جدا. الشوط الاولاني 3-4 تجوان خطيرين جدا، واحدة لأجاي بدماغه بجوار القائم، واحدة لأفشة، واحدة لكهربا براسه ومسكها الزنفولي، والشوط الثاني وجبت جون بدري قوي. أيه. يعني حتى احنا توقعنا انه مستر موسيماني هيعمل تغيير في بدايه الشوط، انه يخرج كهربا او اجايه وينزل مثلا واحد زي بواليا. مظبوط. ما عملش كده، لكن سريعا ربنا اداك الهدف سريعا جدا، هدف حلو قوي لمجدي قفشه. بعد كده تحس النادي الاهلي بيلعب لكن مش قارس انه يخلص المباراه، يعني بيقضي وقت يا اسامه. ايوه، يعني احنا كسبانين 1-0، يعني كانوا مستسهلين الجيم مثلا، الماتش خلص ب 1-0، ما اقدرش اقول مستسهلين، بس يعني ما قرصناش القرصه اللي هي نجيب الجون الثاني، لان زي ما علاء وشريف قالوا ما كانش في صعوبه. ما كانش في صعوبه، يعني المنافس مش قافل عليك. لا، الاطراف عند الاطراف عند هاني مفتوحه، واطراف عند معلول مفتوحه. صحيح. وفي العمق قفشه وشريف بيوصلوا بيلعبوا، يعني كان سهل تجيب الجون الثاني. طبيعي انه يعمل تغييرات هجوميه لانه هو خلاص خسر. طبعا الهدف اللي جه فينا مشكلته كمان جه متاخر، يعني في الدقيقة 85 وحوالي حاجة 40 ثانية، ومع ذلك يعني ناقص 4-5 دقايق أنت في آخر كورتين كنت هتجيبهم، بس هو الوقت كان ضيق. طبعا الكرة يعني لعبة أخطاء، يعني فيها أخطاء بتحصل، ممكن جدا 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 كنت تطلع برضو كسبان 1-0. يعني رغم أنه طبعا مع احترامي الكامل علي لطفي جون هايل وعمل ماتش كويس النهاردة، بس يمكن تقديره للكوره لما اتلعبت بالعرض كان سهل يطلع يتعامل معاها يمسكها او يلعبها بالبوكس. هو وقف على خط المرمى ومفيش حد طلع يشترك مع كريم بامبو، فده وارد في الكوره انه يحصل اخطاء وتيجي اهداف، لكن يعني في النهايه انت كره القدم كده، يعني احنا اضعنا فوز كان في المتناول جدا جدا جدا، يعني انا مش شايف اي خطوره كبيره لفرقه البنك الاهلي. وانت في المقابل رغم ان احنا قلنا انت ما بتلعبش بالشراسه بعد الهدف انك تجيب الجون الثاني وتخلص الماتش، لان كان 2-0 كان الموضوع رموا الفوطه هم، يعني لو كانت 2-0. لكن كره القدم فيها كده، وان شاء الله باذن الله الماتشات الجايه تركيزنا يبقى اكبر. يمكن احنا قلنا ممكن ماتش البطوله اللي احنا خدناه ممكن ما يكونش مؤثر، لكن واضح برضو انه اثر شويه مع بعض اللعيبه اللي مشيت. ما فيش شك ان هي اثرت، مش في ان احنا نقدر نكسب او لا، احنا نقدر نكسب بدونهم، ولكن ليهم تاثير طبعا سواء في الملعب كبدايه او كاحتياطي على الاقل يعني.